هيت انا ما نخمم في الدنيا وما صبت سلاك فيه وهكي نعمل. يا محبوبي نعيد لك يا ابن خويا ونوريك وصاي في الجيل الهامل. يا عقل نوصيك وصنت لي وشوف هذا الوقت كي راه مبهدل. يا محبوبي ما بقات لنا دنيا والنسوان في السوق تظل تدلل. في الاسواق تصيب هذيك الغايه والسالف مقصوص لو شوه مبهدل. حميري الخدود لو شوه عليا ولبستهم حد الركابي. يا عقل عفو علينا يا الله من ذي الدنيا والناس المؤمنين درقوا في الحنطل. من عنده شي بنت يا فاهم ليا ومعروف عند الناس ويقولوا راجل. والراضي راضي واش تشكر ليا لكن الرقبة إلا شكرت ويستاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. أخوكم الشيخ الله يهدي لكم هذا الفيديو. شوف الخيرات نتاع الله، شوف الربيع تبارك الله كي راه داير، شوف النوار تبارك الله، شوف لهذا الحجر تبارك الله حتى هو كي راه داير، شوف لهذا الماء أنت، شوف الماء تبارك الله. نحمدوا ربي على خيرات الله، ربي عطينا النعايم ولكن حنا خصنا نحمدوه. إلا ما حمدناش راه حنا يتكلنا بحال لي ما بقى لنا عقل. لكن هنا غادي نعاود لكم يا سادات يا كرام يا الجمهور ديالي العزيز يا الحباب يا الأصدقاء، هذا الفيديو اللي غادي نعاوده لكم خاص بالحيوان. ياه بالحيوان واه لاش هذا واحد النهار من نهارات الأيام يجي الذيب، الذيب جا غادي تيخلط يدخل للغابة. ملي دخل للغابة وهو سيب السبع، صاب السبع ويدور فيه السبع. قال له فين رقاتي؟ ودي قال لها صاحبي راني جايت انا كاشي ما نتمتع كاش ما ناكل ونشرب. تاكل وتشرب؟ ايه. قال له ما تعرفش باللي انا هو السلطان تاع الحيوان؟ قال له راني عارفك اسيد السبع ولكن تانا راني ضايع خصني ناكل ونشرب تاي انا ماشي غادي نضيع. قال له ما تضيعش ولكن حاجه، اي الغابه ممنوع عليك تدور فيها. الغابه اي ممنوع عليك تدور فيها. الله يا سيدي السبع واش انا نضيع؟ قال له راني نقول لك الغابه ممنوع تدور فيها. يلا خوي ذي جا غادي، ملي جا غادي حتى يخلط على القنفود. قال له مالك؟ عاودي قال له ما ثم حاله. كيفاش السبع مالو؟ راه ما خلانيش ندخل للغابه، قلت له حتى انا عندي حقي في الغابه وما خلانيش، دروك غادي ندير؟ قال له نوريك واش غادي ندير. قال له غادي نشريوها له مع الجمل. كيفاش غادي نديرو مع الجمل؟ قال له انت خاطيك اصاحبي، انت غير تبع رايي وغادي نشريوها لهم ونوضو بيناتهم الفوضى. الفوضى كي غادي ندير؟ قال له ماشي شغلك انت غير تبعني واسكت. واخا سيدي هاني تابعك تنشوف واش غادي يدير. يخلط على الجمل. الله يا عمي الجمل. ايه قال له ياك انت عندك تسال في الغابه ولا ما تسالش؟ ودي قال له ما نعرف شنو ديال القنفود. قال له عندك حق تسال فيها. ايوا يلا نمشيو عند السبع باش يعطيك انت حقك النص في الغابه. يعطيني النص في الغابة؟ قال له صحة. هاب جايين يا سادات يا كرام حتى يخلطوا على السبع. قال له كي غادي نقولوا له؟ قال له نوريك كي غادي تقول له. ايه قال له غادي تقول له اعطيني النص في الغابة. كيفاش؟ رزقي حتى نعطيه لي في الغابة. وشكون غادي يقولها له؟ نطق القنفود قال له ودي انا غادي نقولها له. انت تقولها له؟ ايوا قال له الا انت تقولها له شوف واش غادي يدير معاك. قال صحة. قام جايين القنفود راه جاي غادي حتى يخلط على السبع. قال له مالك القنفود؟ ودي قال له راه مصيفطني. شكون؟ قال له راه مصيفطني سيدي الجمل. الجمل ايه الجمل ماله؟
مالو؟ قال له راه قال لك تعطيني النص في الغابة، راني حتى هنا نسالف الغابة، نسالف الغابة. قال له هو يجي يقولها لي. ها قال له حسن، لا لا قال له روح قول له يجي هو يقولها لي، بس نعطيه النص دياله ولا نشوف اسمو ندير معاه. قال هو جا غادي حتى يخلط على الجمل، مالك؟ وقال له راه يقول لك سيد السبع روح عنده باش يعطيك الحق ديالك، يعطيني الحق نتاعي. وقال له هذه مزيانه. جا غادي حتى يخلط على الجمل على السبع، قال له يضرى يضرى. قال له راني جيت عندك اسيدي السيد السبع لغنى تعطيني حقي من الغابه. قال له واه نعطيك حقك من الغابه، ولكن واحد الشرط. اما هو انت من الحيوان تسال عندك حق، ولكن منين غادي نعطيك حقك؟ ايه شكون اللي غادي يشرك معاك؟ شكون؟ ايه قال له ما عندي حد. ويا سادات يا كرام رحنا زايدين في الحكايه قدام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي للجمهور، وعلى سلامتكم داخل الوطن وخارج الوطن. اخوكم الشيخ على كل مهدي لكم كلام.